من مدينة العين، مدينة التاريخ والأصالة والجمال والأناقة والزعامة. هذه المدينة اللي تنبض بحب البنفسج وحب نادي العين. لا حديث هذه الأيام هنا سوى عن نادي العين وعن المباراة النهائية. لهذا قررت أن أزور العين، أتجول في شوارعها، أشوف ناسها، وأشوف آخر الاستعدادات بالنسبة لهذا النهائي المرتقب. مثل ما قلت، لا حديث سوى عن كرة القدم ونادي العين. على العين خذني نادي الدولة الجبار، على العين خذني دامني إلى الفخر هاوي. هذا العين يا أهل العين لا مسد المشوار، سمعت المذيع يقول يا العين وش ناوي. زعيم البطولة الكبيرة وفخر الدار، يشعل بنفسج كل ما قلت عينوي. معه بالملاعب لا تفكر ولا تحتر، أبدأ جولتي في العين من هذا المكان المميز، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مركز العين، جاي يتعرف أكثر على المبدعين الموجودين عندهم، واللي كل مكان حتى في هذا المكان يتكلمون عن نادي العين وعن النهائي المنتظر. تعالوا نتعرف على المكان أكثر ونشوف شو قاعدين يسوون داخل، خصوصا اللي لفتني من خلال هذا الباب يمر أفضل الموظفين في العالم، طاقة إيجابية. تعالوا. السلام عليك. سلام منصور، كيف الحال؟ مرحبا بالساعة. يعطيك العافية. جاهز بالشال؟ كيف الحال؟ جاهز. وهذا الشال نقطة العمر يا سلام، من إنتاج طلابنا أصحاب الهمم اللي هم من مؤسسين من تصميم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الله يحفظهم. هذا كامل من تصميمهم. منصور، نحن وين دخلنا الحين؟ وين سايرين؟ نحن طال عمرك في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عندنا عدة أقسام اللي هي حق الورش التأهيلية والمهنية، تمام؟ في منطقة أبوظبي والمنطقة في الظفرة، وعندنا في مركز بالباهي، وكذلك عندنا القسم الموجودين فيه اليوم في مدينة العين. القسم هذا في عدة ورش طال عمرك ومتوزع على مدينة إمارة أبوظبي، منها ورشة النجارة، ومنها ورشة الخياطة، ومنها ورشة الانتيك، وعندنا ورش الشوكلت، وخلاص عندنا ورش ال 3D برنتر، وكثير من الورش. طلابنا من أصحاب الهمم ينتجون الانتاج هذا عشان نخرجه للسوق الخارجي لتمكينهم في المجتمع الخارجي في 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 في, في المجتمع. يعني حتى اللي ينتجونه هني يطلعونه السوق الخارجي، وممكن المجتمع يستفيد من الأشياء اللي قاعدة تطلع. يطلعون اليوم على قدراتهم وإمكانيات أصحاب الهمم، ومن ضمنها الشال اللي لابسنا الحين. يا سلام، أنا أبغى أشوف المبدعين اللي اشتغلوا على هالأمور. ورشة الخياطة. السلام عليكم. ما شاء الله، يا سلام. في هذه الورشة قاعدين نشوف الشباب والبنات قاعدين يشتغلون على الشالات هذه الخاصة بنادي العين. تكلمنا مع منصور من التصميم للخياطة للأمور. شو تسوين أنت؟ شو تسوين؟ تسوي إبرة. إبرة؟ ها؟ وكيف تعلمتي؟ سهل. سهل؟ بتعلميني؟ ها؟ شو اسمك؟ اليازية. اليازية بتعلمني، أنا باخذ فاصل مع اليازية أتعلم، أشوف يلا شو تسوين؟ صالح شو تسوي؟ أخيط شال نادي العين. ها؟ أخيط شال نادي العين. تخيط شال نادي العين؟ تشجع العين؟ أيوه. ها؟ تحب العين؟ ليش تحب نادي العين؟ أحب أشجع فوز، لأن دائما تفوز. أيوه. باقي مباراة واحدة، يا رب نفوز فيها، قول يا رب. يا رب. بيفوز العين في النهاية؟ أيوه.
يا سلام. ادعي ها. يلا كمل كمل الشال، لان انا بناخذ الشال هذا وبوديه الملعب. اوكي يا سلام. الجميل في المكان الدقه، انا قاعد اشوف انهم دقيقين جدا في شغلهم، وهذا اللي قاعد يعطي الموضوع احترافيه صراحه. زعيم وما له مساوي مع الامجاد متخاوي، يغطي الشمس جمهوره ونص الشعب عيناوي ونص الشعب عيناوي. زعيم وما له مساوي مع الامجاد متخاوي، يغطي الشمس جمهوره ونص الشعب عيناوي ونص الشعب عيناوي. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. زين؟ تشجع العين؟ هنا يعني تشجع من قلب؟ اقول لك الزعيم. ايوه في جوه دعام الزعيم عيناوي اسطوره. يا سلام، عيناوي اسطوره. اسطوره انت بعد اسطوره. صح كلامك. يا سلام، ياكد على كلامي. زين شو تسوي؟ شو تسوي هني؟ اسوي هذا من الزعيم. ايوه كامل. كيف 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 كيف؟ يا سلام روح. همة وتحدي وإصرار وعزيمة وجمال، هالشالات من صنع هالأبطال هني في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. شغلكم جميل والعين إن شاء الله يفوز. يلا رفعوا فوق. يا سلام عليكم، هذا شغلهم. زاوية ثانية من زوايا هذا المكان الجميل مع هالمبدعين، لكن هني زاوية السدو. بعد ما شفنا ورشة الخياطة، هني المبدعات شغالات على السدو. يعطيكم العافية. ها شو تسوين؟ أنت. ها؟ أنت. يا سلام. حلو؟ يا سلام. شوفوا هالشغل الجميل. مش سهل. قاعدين نتكلم اليوم بالفعل أن طلابنا وطالباتنا الموجودين هني في هذا المكان وفي مركز العين بالفعل إرث، ونفتخر بهالجهد الكبير وبهالعمل اللي قاعدين يقومون فيه. قاعدين ينتجون أشياء جداً جميلة. تعالوا شوفوا هاي الشغلات الجميلة من إنتاج بناتنا. شوف السدو. لا وموضة الحينة. يا سلام، هاي الأشياء الحلوة هاي كلها شغل احترافي، مو بشغل عادي. حل العين. غرام الفوز في دمه وعنوان الفقر همه، ومن هو الخصم ما يهمه، ولا يرحم ولا ياوي ولا يرحم ولا ياوي. غرام الفوز في دمه وعنوان الفقر همه، ومن هو الخصم ما يهمه. شو تسوين؟ تسوي الخيط؟ ها؟ شو؟ اوكي، وشو تسوين بعدين؟ وين تودينا؟ تسوين هاي الاشياء الحلوه اللي هناك؟ ايوه. ها؟ مستانسه انت؟ تحبين نادي العين؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ قولي هناك حق الكاميرا انا احب نادي العين. احب نادي العين. تحبين نادي العين؟ قولي بعد مره. احب نادي العين. ها؟ شو شو تقولين؟ احب نادي العين. يا سلام، يحبون نادي العين. جانب اخر من جوانب هذا المكان المميز، تعالوا نشوف المبدعين. السلام عليكم. السلام. شو اخباركم؟ ها؟ انا سمعت ان هاي الشنط انتم تسوونها. صدق هالكلام؟ صدق. ها؟ انت شو اسمك؟ حمدان. حمدان، انت حمدان الحين انت وربعك هني تسوونها؟ نعم. كيف؟ رسم على. تقدر تعلمني؟ اقدر. ها؟ اقدر. اشوف شو بسوي. حمدان، انت تحب نادي العين؟ نعم. تشجع العين؟ نعم. ليش تحب نادي العين؟ ترى تحب الكوره. تحب الكوره؟ ها؟ تلعب كوره؟ نعم. وين تلعب؟ مهاجم، مدافع، حارس؟ وين؟ حارس. حارس ها؟ يعني خالد عيسى. نعم. تحبه خالد عيسى؟ نعم. شو اسمه خالد عيسى؟ شو يسمونه؟ شو يلقبونه؟ يبقى الحفيد.
ها؟ يا سلام عليك. زين اشوف كمل كمل. في هذه الورشه نقدر نشوف ان الشباب هذيل المبدعين يصنعون هذه الشنط الجميله اللي تروح في مرحله ثانيه الى الطباعه وتنطبع عليها اشياء بنشوفها بعد شوي، ولكن صراحه انا مبهور بالابداع اللي قاعد اشوفه. سلطان شو اخبارك؟ خير. انا ياس اشوفك انت اول واحد يعني يالس جدام وتكوي، شو تسوي؟ ها اول شيء يعني اول شيء عشان تسوون الشنطه تكون نكوي شرايط. تكونهم شرايط؟ ايوه. ها ايوه. مستمتع انت؟ ايه. مستانس؟ ايوه. تحب نادي العين؟ ايه. زين شوف هناك قول احب نادي العين. احب نادي العين. اخذت هذه الشنطه من ابداع اصحاب الهمم اللي موجودين هنا، وبنروح الطباعه وبنكمل جولتنا في هذا المكان. وصلنا ورشه الطباعه. السلام عليكم. شو اخباركم؟ انا عرفت ان انت احسن واحد تطبع في العين، صح؟ صح. ها انا جايب لك شنطه وقالوا لي انك بتطبع لي شعار العين هني، صح؟ صح. زي يلا اشوف هني. ها يلا. طبعا هني ورشه الطباعه، من خلال هذا المكان الشباب هني يتعلمون كيف انهم يطبعون، سواء على الحقائب هاي اللي شفتوها في ورشه الخياطه، ولا ايضا على هاي المنتجات اللي بنتعرف عليها بعد شوي. انا باي اطبع لي هني. يا سلام شعار العين. الو عقب شو تسوي؟ يلا نحط اللزق. حطيت اللزق تي خلاص؟ اي خلاص. اوكي والحين شو بتسوي؟ الحين بلي. يا سلام. يلا جاهز؟ جاهز. عطني 3 2 1 اكشن. يلا قول 3 2 1 اكشن. عطني اكشن ان شاء الله. يلا 3 2 1 اكشن. كم تحطها؟ هاي 365 ماده بتخلص مره واحده. حلو. كم يبالها؟ كم تاخذ دقيقه؟ دقيقه. ها الجميل انه يعني نحن قاعدين نشوف القصه كامله من بدايه الصناعه والخياطه الى انه وصلت وجهزت الشنطه والحقيبه كامله، جينا هنا عند الطباعه شباب يكملون الموضوع. فالسلسله هاي متواصله من ورشه الى ورشه الى ورشه، وبعدين توصل الى السوق والمجتمع ممكن انه يستفيد منها ويستخدمها. شو رايك لما يخلص انا بروح وبيك؟ اوكي. السلام عليكم. شو اخباركم؟ الحمد لله بخير. شو مسوين؟ انت ماسك مقص، شو تسوي؟ اقص. شو تقص؟ اقص ورقه. يا سلام تقص الورقه وبعدين هاي شو تسوي فيها؟ بكوب نصفها. في الكوب؟ ايه. يا سلام اكواب ومقات ياسين نشوف فيها شغل هذيل المبدعين والابطال الصراحه. انت شو تسويني؟ شعار العين ها؟ ها شعار وين بتحطه؟ الكوب؟ ولا المق؟ خلصت؟ وليد خلص الشنطة، تعالوا يلا نشوف وليد. ها خلاص؟ 15 ثانية و10 ثواني الحين. يا بنشوف الحين انت شو سويت؟ يلا. جاهز؟ جاهز وبتضبط. وبتضبط بعد؟ نعم. ثقة. ايوه. الحين شو بتسوي؟ خليها تبرد. خليها تبرد وعقب نشوفها. وعقب نشوف خلاص الشكل النهائي، صح؟ الشكل النهائي. يلا نخليها تبرد شوي وبنرجع عند وليد مره ثانيه. برجع لك ان شاء الله. يلا نشوف هني المقات هذه والاستيكرات اللي موجوده بعد ما يقصونها الشباب والابطال هني.
حطونها على المقات هذه، وبعدين تروح عند هذا البطل. تشوفون هذا البطل تهني بتحطها في هالجهاز، صح؟ حطها في هالجهاز، يضغطها حراريا يطلع عندنا الشكل الجميل اللي بنشوفه الحين. هذه النتيجة النهائية اللي تشوفونها من أيادي هالأبطال، شعار العين الفخم على هذا المج والفينيشنج الصح. أبطال يلا الحين وليد جهز. يا سلام، صراحة الشغل مضبوط. ها؟ مضبوط. شوفوا هذه له إنتاج أصحاب الهمم الأبطال اللي موجودين هني في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فرع العين، وهل العين ما يطلع منهم إلا زين. انت ليش تحب العين؟ انا هي مدينتي. مدينتك؟ ايوه. عشان تي تحبها؟ ايه. ونادي العين؟ وبعد احبه وايد. ليش؟ لانه نادي هو يمثلنا. يمثلك؟ ايوه. يا سلام. السلام عليكم. ورشة الانتيك والشمع، صح؟ ها؟ انا عرفت وسمعت ان انتم تسوون هني اشياء حلوه، هاي الاشياء كلها انتم مسوينها، صح؟ ومداخن بعد؟ وصحون. وصحون؟ وشو بعد؟ احب النادي العين. تحبي النادي العين بعد؟ يا سلام. ومنو ما يحب العين؟ عيناويه، ها؟ عيناويه. اللعيبين؟ ايه؟ بدر احبابي. اوكي. خالد عيسى. بندر الأحبابي وخالد عيسى. إذا شو تقولي لهم؟ مسكورين، مسكورين. أحب النادي العين، أحب النادي العين، أحلى العالم عالمية. أتوقع أن أجمل رسالة لخالد عيسى وبندر الأحبابي، من القلب للقلب، من عيناوية تعشق العين ومبدعة هني في هذا المركز. لابا ورحيمي. لابا ورحيمي. زين، ان شاء الله لابا يجيب جول ورحيمي يجيب جول ان شاء الله. ها، ادعي لهم يجيب كاس العالم. كاس العالم نبا، كاس اسيا اول عقب كاس العالم. كاس اسيا نبا، نبا يفوز يجيب كاس اسيا. أنا بصراحة اندمجت معاهم، جينا هني ورشة تلوين والشباب بصراحة مبدعين، والأجمل أنهم قاعدين يلونون شعار العين. يبقى الحفيت، تعالوا خالد عيسى تشوف الإبداع. العين بيفوز؟ أكيد. كم؟ إن شاء الله يكون ثلاثة. ثلاثة؟ يا رب، قول يا رب. بتدعين؟ أدعين تساعدك. زين، بتدعين وايد؟ نعم. شو بتقولين، كيف بتدعين؟ إن شاء الله يفوزون في كأس آسيا. جولة جميلة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فرع العين مع هذيل الأبطال اللي صراحة انبهرت. وانبهر الجميع في إبداعهم، صبرهم، تحديهم، عزيمتهم.
والأحلى من هذا أنهم يشجعون العين ويدعون للعين. يشجعون العين صح؟ العين بيفوز يوم السبت؟ عيل قولوا مع السلامة خالصة. أنا بكمل الجولة. صافح بعزة سماه وفي العين تهتف قلوب الزعيم مع العز والمجد تحلى الحياة. طبعا احنا مكملين جولتنا في العين، لكن هذه المرة في احد مجالس شباب هني اللي صراحة واضح عليهم الاستعداد وانهم مستعدين لهذا النهائي المرتقب. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو الامور؟ والله طيبين يسرك الحال. العين كلها تتكلم عن النهائي، وين ما رحت الكل يتكلم عن النهائي. اول شيء مرحبا بكم بين ربعكم واهلكم. كل بيت عيناوي هني يفكر في تاريخ 25 وباذن واحد لحد الله يفرحهم ويتلومسون بالبطوله ان شاء الله. باذن الله. باذن واحد لحد. انتم استعداداتكم كجماهير في الميالس في المدارس في الجامعات في الدوامات، شو الكلام اللي يدور خصوصا الفترة الأخيرة؟ كلنا نعرف أن مهمة صعبة لكن مش مستحيلة. مثل ما هي مسؤولية على اللعيبة، مسؤوليتنا نحن أن نحن ندعم الفريق وللعين حق على الجميع. نحن متفائلين، متفائلين أن إن شاء الله يعني تكون نتيجة إيجابية، لكن بعد بنفس الوقت ما نبى نستبق الأحداث. نقول إن شاء الله يعني إن شاء الله أن يكون اللاعبين عقد مسؤولية والجمهور ما بيقصر. جمهور العين حاضر والمدرج إن شاء الله بيكون متفاعل 90 دقيقة وإن شاء الله بنخلصها في 90. هذا حدث والحدث هذا ما يك دوم. نفس ما قال أخوي موانا، أنا حضرت البطولة النجمة الأولى، والدي حامد الحين أذكر بهاليوم يا سلام. النجمة الثانية إن شاء الله نأخذها. صدقنا هاي مش فرحة بس كل عيناوي، كل الإمارات تتريها هالمباراة. هذا حدث ما بتلقاه كل يوم. تعرف البطوله كل مالها تصعب، العين ان شاء الله قدها. هو يعني التوتر، تعرف اجواء النهائي ويعني تحس ان المباراه شوي ثقيله، فان شاء الله كل عيناوي يفرح فيها، الامارات كلها تفرح. نحن مع العين من 20 سنه، انا اتكلم عن نفسي شخصيا من 20 سنه. صحيح خسرنا مرتين لكن باذن الله هذه السنه عيناويه، لان بصراحه نحن عودتنا هالسنه يمكن النقطه ما حد تكلم فيها بعد غياب اكثر من موسم، وعودتنا هذه السنه كانت يعني رساله واضحه. نعلي شعاره ونروي غماه، امارات دمه ويبقى كبير كبير بطموحه كبير بعطاء. احنا يوم نتكلم عن المدرج العيناوي فنحن نتكلم عن اشياء كثيره، نتكلم عن فخامه، اناقه، زعامه، طرب، متعه، اثاره، ولاعب رقم واحد. بالضبط. انت من اكثر الاشخاص قربا للمدرج العيناوي، ابغاك تكلمني عن هذا المدرج. ليش المدرج العيناوي غير عن باقي الانديه؟ لانه مثل ما قلت انت مدرج فخم، فخم بكل ما تعني الكلمه. اول شيء الفخم، انت يوم تدخل مدرج نادي العين تشوف 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 اللباقه، تشوف اللبس، تشوف الحضاره، تشوف الثقافه. يعني نحن رحنا السعوديه كل الجماهير كانت تغنى فينا، انتم لبسكم موحد، انتم موحدين، انتم مرتبين، وانتم وانتم وانتم. ورحنا اليابان كذلك نفس الشيء، صح، كان الكل مستغرب من طريقه لبسنا وطريقه روحتنا وييتنا. وهذا المدرج هو اللي يمثل مثل ما يقولون هو الشعب الاماراتي. زين خليني اقول لك شيء، النهائي يتطلب اغاني بعد تستاهل النهائي؟ لا شوف، النهائي ما في اغاني، النهائي طال عمرك يبغي 25,000 ريال. ايوه يطر حلجه. ايوه يعني يرجع البيت هو بليه بلعيب. ايوه زين. تدخل الملعب انت بكل قواك العقديه ترجع البيت، يا انك صوتك وتشجيعك تجيب الكاس. ايوه ترجع البيت، يا انك متنومس وفرحان بالكاس. حلو. يا انك ترجع خلاص انت منتهي. زين. فانت ان شاء الله بترجع ومتنومس باذن الله. شو بتقولنا عن اسيا؟ يقول يا اسيا جنالك. ايوه حنا ترى بطالك. الله. لا تنكريننا دايم على بالك. ابى اسمعها يا شباب. يا اسيا جنالك
حنا ترى بطالك لا تنكرين انا دايم على بالك جهزنا نادينا لا سكينة دينا عاشق يا دينا نادينا يا حلالك وفوزة تمنينا بعضنا هنينا من أجل غنينا غنينا عيناوي محمد ابن زايد هو شيخنا القايد وياه اخوه الشيخ هز عبو زايد وشرف اراضينا الحين وماضينا من غيره يرضينا من غيره سميري نحن يوم المباراة عندنا عرس أعطيك إياهم الآخر عرس عرس نحن بالنسبة لنا المباراة يوم المباراة عرس أنا بالنسبة لي أنا هذا الطقوس اللي أنا كنت أنا الله يسلمك عندي أروح أتحلق وأروح الكوفي وأروح أتغدى يعني تعرف أدلع عمري لأني أنا تدخل المدرج مع عرس لا طال عمرك لأني أنا رايح وعارف إن العين راح يسعدني بتروح وبترد متنومس متنومس بإذن الواحد يا سلام هذه طقوس العيناوية وهذه أجواء للجماهير وهذه أجواء كل ميلة ستوقع في العين أنا ما زالت جولتي في العين مستمرة ومن هني أروح صناعية وأشوف الأجواء هناك ونشوف التزيين ونشوف وندخل في الأجواء أكثر وأكثر جاهز؟ بتي معنا؟ نعم حاضرين إلى هناك لنا الفخر نحيا بحب الزعيم وجيل بعد جيل نوقف معاه عسى الله يديم الضياء والشموخ في قمة صروحه وقلعة علاه في زاوية أخرى من زوايا العين الجميلة الصناعية وكل شباب العين في الصناعية هالفترة شو يسوون؟ يزينون السيائر ويجهزونها لعيون الزعيم تعالوا نشوف من هو الزعيم؟ من هو الزعيم؟ من هو الحبيب؟ من هو الحبيب؟ نشوف الابداع بالنسبه للشباب وايضا بالنسبه للمحلات هنا نشوف اسيا العيون ابو خالد والكثير من الاستيكرات والاشياء اللي يزينون فيها الشباب سياراتهم استعدادا للفرحه العيناويه فرحه الاماراتيه اجواء حلوه صراحه في الصناعيه نكمل الجوله دام للعليا رقى واعلن وصوله حقه انه يفوز وينال البطوله كلمات جميله تخليك متنومس وفيك حفوز تبى تلعب انا اشوف هني شوف يا سلام شعار العين وهني هذا الشعار وهني نشوف التيفو المشهور وقصه هذا التيفو سالم جوهر لبندر اشر له على الكاس وان شاء الله هذا الكاس جاي للعيناويه زيادة نفرات يجي عشان ركب عشان سيارة؟ ايوه وايد ها؟ وايد نفرات يجي كم يعني في اليوم كم واحد؟ اليوم ممكن 20 سيارة 20 سيارة؟ ايوه يا ما شاء الله وما شاء الله ها محل واحد غير المحلات الثانية هني صناعية تيلي غير صناعية هناك يعني شو أكثر شيء يركبون الشباب؟ شعر مال نادي علينا شعر العين شو كتابة شو ايوه تجهز هني الكتابة ايوه شو بعد في أول كتاب؟ اشوف ايوه ايوه هني فوق 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 هذا اشوف ايوه اسيا مالها الا زعيمها اما حياه سر الناظرين او مماتي غيظ العدا قالها رئيس دوله دائما نطمع ان نادي العين يجب ان ينافس على الاول يا رب زيارتي للعين واني اتجول في اماكنها وبين ناسها ما تكتمل الا في استاذ طحنون بن محمد في القطاره
استاد الذكريات والاستاد اللي يحمل الكثير من الاشياء الجميله. بطوله 2003 والذكريات الحلوه، البطوله الاولى والنجمه الاسيويه كلها من هذا الملعب. في هذا المكان الجمهور العيناوي يتجمع لتجهيز التيفو. ابى ادخل واعيش معاهم الاجواء ونشوف تجهيزات التيفو. في هذا المكان من استاد طحنون بن محمد الجماهير العيناوية تتجمع تحضر للتيفو، وانا قاعد اشوف ان الجمهور بدا بالفعل التجهيز للتيفو هذا، واللي راح يكون مفاجأة للجميع، واتوقع مفاجأة لقارة اسيا خالد بالنسبة لتيفو العيناوية في هذه المباراة. نحن دائما ممتعين في التيفو، صح، بشهادة الجميع، صح. وكل مباراة انت التيفو عندك يكون رسالة، انت عندك رساله تبغي توصلها للعيبه، تبغي توصلها للجمهور، تبغي توصلها للاعلام، تبغي توصلها للعالم كله، صح. فالتيفو اليوم رساله، فلازم انت تكون دقيق في اختياراتك، دقيق في رسوماتك، دقيق في كل شيء لازم تكون. وان شاء الله التيفو هذا بيكون ترند ان شاء الله، بيكون ترند، ترند ان شاء الله. انا اللي قاعد اشوفه واللي لمحته من بعض الكلمات اللي موجوده اتوقع انه ترند. ما شاء الله خالد، انا قاعد اشوف المساحه كبيره، وبنفس الوقت ما شاء الله فرق عمل قاعده تشتغل كل واحد في جزء معين. بنفس الوقت يعني قاعدين نشوف انه في اكثر من تيفو، ولا اكثر من جمله، واكثر من، انا ما بحرق الموضوع، ولكن من متى تشتغلون على الموضوع؟ بالعاده قبل المباراه بكم؟ هو بالعاده قبل المباراه باربع ايام خمس ايام على حسب الحجم. تعرف ملعبنا كبير نحن ما شاء الله، فلازم يكون التيفو كبير يعني قد الملعب. ان شاء الله بيكون ترند مثل ما قلت لك. كم ساعه عمل للتيفو؟ والله يطول، لو حسبناها بالساعات يطول يطول، يعني انت تتكلم عن اربع ايام خمس ايام شغل، يعني شغل متواصل. انا قصدت اسال هالسؤال لان ابغى ابين للناس انه بالفعل العمل على التيفو عمل مجهد، عمل كبير، يحتاج فرق عمل. اللي قاعد اشوفه ان فرق العمل متكاتفه، العيناويه متحدين انهم يطلعون شيء جميل يليق بالرياضه الاماراتيه، بالكره الاماراتيه وبزعيمها نادي العين. خلنا نلف وياك ونشوف. تعال التيفو مثل ما قلت لك من عدة مراحل التيفو بيكون، وفي من ضمن التيفو بيكون في مربعات بلاستيكية، نبغي الكل يكون متعاون معانا في الرفع، نبغي الكل يكون ملتزم معانا، ما نبغي حد يغير مكان البلاستيك لأنه راح يغير شكل التيفو أو راح يخرب التيفو، فنبغي الكل يلتزم معانا، نبغي الكل يتعاون معانا. في النهاية نجاح المدرج هو النجاح نادي العين، ونادي العين هو بيتنا. انت كيف ما تبغي بيتك ينجح، كيف ما تبغي بيتك يكون فيه احلى صوره، صح. فهذا بيتك، فانت طلع فيه اجمل صوره للعالم، صحيح. هذا هشام اللي تريونه، هشام تعال. رسالة الجمهور للاعبين، لل 11 لاعب اللي بيمثل فريق العين، هذه رسالتهم، جيبوا آسيا، والمدينة كلها تقول لكم جيبوا آسيا يا رب.